السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم مرة ثانية في فلوج جديد. اليوم يا اخوان الاجواء مرة طيب، اجواء انه واحد يطلع والثلج متواصل من الصبح. اليوم انا صحيت بدري او ما نمت كثير، فشكلي كذا ما حنام اليوم، قلت خليني ابدا اصور فلوج. اول ما صحيت كذا جلست امنتج في الحلقة حقت اللي نزلت امس اللي هي سألني، باقي شوي وتنزل 81%، بس طبعا اذا تشوف الفلوج هذا يكون خلاص الحلقة نزلت. المهم يا اخوان عشاني ما حنام الحين، فقلت الحين اروح اكل شيء خفيف كذا، وان شاء الله بنرجع نكمل المونتاج، لاني جالس امنتج مقطع ثاني في القناه الثانيه. عندي تقريبا مقطعين قاعد امنتج فيهم للقناه الثانيه برضو، كل شوي قاعدين نضبط شيء يعني في الديكور. طبعا هذا مو بخمر عشان ما حد يجي يقول وش ذا. هذه طبعا نبته، هذه حقت كندا. يلا خلينا ننزل. بسم الله. اشتريت النوعيه هذه الاندومي اول مره، ما قد جربته ولا مره، فجربه اول مره. طبعا يا اخوان حلال الاندومي، سهل مره. زود شوي مويه، خلاص بنرجع لها بعد شوي. اوه يا ساتر، ما عندنا رسائل. ابوي بطل وكذب يا شيخ، بطل وكذب. ابوي يدخل دبي. الاجواء هذه حقت ايش؟ وهذه يا اخوان تاخذ لك كذا شاي بطاطس، تحط لك فيلم تسحب على العالم. بس لا لا، لازم استغلها مونتاج. ابغى اقول لكم شيء، هل انتم مثلي ولا لا؟ دائما لما تجوا تفتحون الثلاجه ما تفتحون هذا الاول، بعدين تفتح هذه الثانيه، مع انه انت تكون متاكد 100% انه ما عندك شيء هنا. طيب ليش فاتح الثلاجه انا الحين؟ والله شيء غريب، ليش فيك؟ انت قاعد تسوي اندومي، ايش فيك يا علي؟ نرجع للاندومي. للمعلوميه ترى ما اكل اندومي كثير، يعني قليل مره ما اكل اندومي. خلاص شوفوا يا اخوان، بالله شوف ما باقي شيء يا اخوان، باقي شوي كذا. خلونا نفرح يا شيخ، باقي شوي كذا نوصل 200,000. كل واحد يشوف المقطع هذا يضغط لايك، ياخذ الرابط ينشر الرابط في اي مكان. خلنا نلحق على الاندومي بس. شو كذا شكله ما يطمن. خلاص يا اخوان الاندومي جهز. صراحة مرة حار. طبعا العصير، خلاص عوضنا العصير بدل المشاريب الغازية، وطبعا دايما نشرب موية. انا واحمد جربنا مشاريب صينية او كورية ما ادري. المهم صراحة انا شخصيا من احسن المقاطع اللي صورتها، يعني استمتعت وانا اصورها، ضحك مرة. فالرابط تحت في الديسكريبشن اذا انت تبغى تشوف يعني مقطع كذا غير فلوقات، فانصحك بالمقطع هذا. ما انصح احد يشتريه بصورة، مرة حار. راح اغسل فمي يا شيخ. يعني بالفترة وفترة كويس واحد يجدد الفرشات الأسنان، هي صار لي كثير استعمال يكفي. والحين يا أخوان مع فقرة التمالح، مو بس البنات يهتموا بوجههم وكذا، حنا بعد. شوف أنا يعني كان تطلع لي حبوب في وجهي، أحب شباب خلي شكلك مرة بايخ. عندنا المنتجين هذولي، هذا زي صابون عادي. لما تستعمل الشيء ذا تعمل الشيء هذا، بس لما تطلع لك حبه تكون حمراء، هذا يشيل اللون الاحمر، اثر الحبه كذا يكون باين كذا لونه اسود، فهذا برضو هذا الشيء يشيل هذا. بس كل عليك تسوي كذا، تحط هنا شوي. في اكيد ممكن في ناس تبغى تستعمله، فهذا ما ادري ايش اسمه، بديك تثبت المقطع وشوف اسم المنتج. ترى ما هي بدعايه بس عشان يعني تستفيدون. لا وجه تهتم فيه. والله خلنا نحدث. اوكي يا جماعة الحين خلينا نتكلم شوي على تصوير الفلوقات. طبعا انا لما اجي اصور فلوقات عندي ثلاث كاميرات استعملها، كاميرتين استعملهم كثير وكاميرا مو كثير. الكاميرا الاساسية حقت الفلوقات اللي هي الكانون، اسحب على البودي. المهم العدسة تكون 10x18، هذا البعد. اعطيكم مثال، عندي العدسة هذه قديمة، هذه اللي جت مع الكاميرا. هذه العدسة طبعا كم؟ 18x55 بعد العدسة. هذا الشيء يفرق مرة كثير. على سبيل المثال لما اجي اصور بالعدسة هذه واكون ماسكها زي كذا، التصوير يكون كأني قريب للكاميرا زي كذا. في نفس الوقت العدسة هذه لما تصور بنفس الطريقة كأنك ما قاعد تصور الكاميرا زي كذا، كأنك ماسك الكاميرا زي كذا. فالبعد مره يفرق، اول شيء تخليك تشوف المناظر اللي وراك. هذا ليش انا خليت هذه الكاميرا هي الكاميرا الاساسيه. الجي 7 اكس اصور بيها برضو كثير. ايش يعجبني في الجي 7 اكس اللي هي جوده الصوره. المهم يا اخوان تبغى تشوفوا فين كنت مثبت الكاميرا، ثبت على الشيء هذا كلينكس يا وي. شوفوا ايش صار الحين المنتج. هذه هي طبعا الوضعيه الحاليه، سماعات طبعا
والمونتاج. بس ابغى اقول لكم شيء، في فلوجين صورتهم قبل كذا قديمين مره، فلوج مره سافرت امريكا، فلوج كذا عادي. في ناس كثيره بعد ما سافرت مونتريال وصورت فلوجات كثيره اشتاقوا لعبد العفيف. الفلوجين هذول طبعا ليش ما نزلتهم؟ مو لانهم مو كويسين، بالعكس الفلوجات كانت كويسه، ولكن اذكر اني صورت فلوجات كثيره يوم سافرت، كنت قاعد انزل الفلوجات هذه الين جاء العيد ونزلت فلوج كذا في العيد وطلعنا من رمضان. فما ادري حسيت انه فلوج في رمضان انزله غير رمضان. المهم يا اخواني اللي ابغى اقوله، اذا انتم تبغوا الفلوجات هذه انزلها هنا قولوا لي. الشيء الجامد ان عبد الحفيظ كان اصغر، تدري وش؟ خليني اوريكم شوي. اي مكان ربطك روح له تقعد يلبس العشاء عبد الحلال عبس البيت. انتم فريده نيمار لابسها طيب اذا تبغوا الفلوج يا اخوان خلينا نتفق، لو جبنا 10000 لايك بننزل فلوج على طول، ما عليكم تمام؟ 10000 لايك ننزل فلوج عبد الحفيظ هو صغير. يلا يا اخوان شدوا حيلكم، ترى 10000 ما هي بكثير. زي ما قلنا عندنا اربعه، مدري ايش يسمونها ذي، بنحط فيها صور. فخلينا نختار الصور، ابغى اربع صور ان شاء الله، مختار اربع صور. طيب يا جماعه اخترنا خلاص اربع صور. الصورة الأولى هي هذه ودي طبعا، الصورة الثانية هذه، الصورة الثالثة هذه ميسي، الصورة الثالثة لعبة انشارتد. بصراحة هذول الأربع صور. المشكلة إني جلست تقريبا ساعة ساعة صدق إني أختار الصور، بعدين تذكرت إني يمديني حتى لو صورة مثلا عجبتني أقدر أغيرها، فخلاص اخترت الأربع صور هذولي. الحين بروح إن شاء الله. ما شاء الله، شوف قبل شوي يعني شفت كيف بدينا الفلوج كان ثلج صح ولا لا؟ شوفوا الحين ما شاء الله تبارك الله، شوف شمس بقوة كأنه في صيف، والله غريبة. المهم الحين بنروح إن شاء الله بنطبع الأربع صور وبنعلقهم إن شاء الله. يلا يلا خلنا نمشي. سبحان مغير الأحوال، جو اليوم ما يشجع إن واحد يطلع أبدا. طبعا للأسف يا جماعة مقفل اليوم الأحد إجازة فمقفلين، خليها بكرة إن شاء الله. يا ساتر، هذا يوم ثاني يا جماعة، بعد ما رجعت البيت ما سويت شيء، بس منتجت المقطع ونمت، بعدين صحيت سويت لي عشاء، طبخت لي شيء كذا في البيت، عشاء كان كويس وبس، ورجعت اشتغلت مونتاج برضو شوية، بس هذا اللي صار. ايوه طبعا عشان احنا في يوم ثاني، بوريكم شيء. طبعنا الصور، هذه أول صورة، الصورة الثانية، الصورة الثالثة، والصورة الأخيرة. خلينا نجرب نحطها في ذي. كذا نحط صورة، هذه صورة نعلقها هنا. وعلى طاري الصور، في صورة قديمة مرة صورتها اللي هي الصورة هذه. الصورة ترى قديمة حتى عبد الحفيظ، يعني شوف كيف كان شكله. طبعا ايش قصة الصورة هذه؟ السنة اللي فاتت كنت اخذ كورس او مادة في الجامعة حقت فوتوغرافيا، كل اسبوع يطلبون مننا مجموعة صور، مثلا يقولون لازم تصورون صورة زي كذا. وقت ذاك انا كنت في مونتريال، فطلبوا ذاك الوقت ان نصور صورة على شيء انت تبغى تسويه في ذاك الوقت، في ذيك اللحظة او يعني في ذاك الوقت شيء انت تبغى تسويه زي الرسالة تجسمها في صورة. فانا صورت الصورة هذه، كان قصدي طبعا وقتها عشان انا كان باقي لي يومين او ثلاث ايام وارجع هنا تورنتو. فالصورة هذه كانت عبارة عن شيء انا ابغى اسويه، اني كنت ابغى اخذ عبد الحفيظ معي في الشنطة كذا واجيبه هنا لتورنتو، والحمد لله الصورة يعني جابت لي درجات كويسة. بس تدري وش؟ والله صدق يا اخي كان صدق المفروض اخذ معي في الشنطة عبد الحفيظ، بس خلاص كذا ان شاء الله عبد الحفيظ بيرجع لمدة فلوجين اللي جايين ان شاء الله. فاذا تبغوا هذا الشيء يمكن انا ما انزلهم اذا يعني لقيت انه ما في دعم، فهذا يعني ان الناس ما تبغى تشوف فلوجات فلوج قديم. وهنا للاسف الشديد نكون وصلنا لنهايه الفلوج اللي انا شخصيا ما كنت ابغى انهيه، ابغى اطول معاكم لان بصراحه استانس وانا اصور، بس عادي خلاص يعني منتج ونزل وبكره اصور مره ثانيه اذا انت تستانس تصويري. زي ما قلنا يا اخوان اذا ابغوا عبد الحفيظ ادعمونا باللايك ونشوفكم ان شاء الله بكره. شكرا على المشاهده وفي امان الله. سعيد تعال، ايش فيك زعلان مني؟ ايش فيك زعلان يا سيد؟ طيب خلاص بطلعك في الفلوقات يعني عليك، لا تزعل خلاص حبيبي سيد، نظف وجهك. لا لا والله سيد معليش، اسف.
يا اخوان، يلا السلام، السلام عليكم.